موزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. موضوع لقاء السيد رئيس الجمهورية هو فيما يخص إطلاعه على تقدم المشاورات لتشكيل الحكومة، وأطلعته على مختلف المسارات هذا الحوار وهذا التشاور ومدى تقدمنا نحو تشكيل الحكومة، وإن شاء الله يتم التشكيل حسب ما توصلنا إليه لحد الآن في الأجال الدستورية. قلتم أنه هناك تقدم في ثلاثة مسارات، مسار البرنامج والمسار الثالث هناك تعثر أم هناك مشاورة متواصلة؟ التساؤل هذا تساؤل. لا، ما فيش تعثر، بل بالعكس يعني فيه تقدم. سبقنا موضوع البرنامج، يعني التوجهات الكبرى، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك النظر في إعادة هيكلة القصبة حتى تتلائم مع المعطيات الحالية في الجمهورية الثانية والتصميم الجمهورية الثانية، وكذلك تحدثنا فيما يخص المواصفات اللازمة والشروط اللازمة لتحديد الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة، وكذلك القدرة على تحقيق البرنامج وإنجاز الأهداف المنوطة بعهدة كل وزارة. يعني تشوف الحكومة دي قادرة أن يكون عندها حزام سياسي متين حتى تصمد أمام أي هزات؟ هذا ما نسعى إليه. معنى المشاورات هي لحد الآن تهدف إلى تقوية الحزام السياسي الداعم لهذه الحكومة حتى تتمكن من إنجاز برنامجها وتحقيق أهدافها بأكثر يسر ممكن. يعني كيف الأحزاب تكون مشاركة في الحكومة هذه؟ ليس بالضرورة كيف الأحزاب، لأنه في كل مسار ديمقراطي ثم أحزاب تمارس الحكم وثم أحزاب تعارض، هذا ما فيه شك، ولكن احنا نحاول باش نضمنوا أقصى قدر ممكن من الوفاق حول هذه الحكومة حتى تكون مهمتها أكثر يسر وأكثر سهولة. شكراً. ثم أحزاب طالبت بحقائق وزارية معينة؟ والله لحد الآن يعني فيه تعبيرات من بعض الأحزاب، مش من الأحزاب الكل، ولكن احنا على كل حال ما زلنا ما دخلناش المرحلة هذه، وأنا حبيت نتأناو فيها لأنه المهم هو يكون برنامج ملائم للمرحلة وملائم لاستحقاقات المرحلة هذه ولتطلعات الشعب التونسي الذي ما فتى يعبر عنها بطرق مختلفة، وآخرها هي الانتخابات التشريعية والرئاسية. إن شاء الله البرنامج هذا يكون في مستوى المرحلة وفي مستوى التحديات المفروضة على البلاد في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الظروف المالية التي تعيشها البلاد. وعلى كل حال أنا عندي ثقة كبيرة في الشعب التونسي وفي كفاءات الشعب التونسي أن سنتحداو المرحلة هذه وسنتعداوها بسلام، وإن شاء الله المستقبل خير، ويلزم التونسيين يبقوا متفائلين ويبقوا عندهم ثقة في أنفسهم وثقة في قياداتهم وفي كفاءاتهم. هذا المهم. رئيس، نقطة أخيرة بخصوص الحريات والحقوق وحرية التعبير، تعرف لي برشا كلام في المجال هذا. الحرية أنا عبرت بوضوح مرار عديدة وأكدت لكل الذين انتقد بهم على أشياء أساسية وعلى خيارات واضحة للشعب التونسي منذ مدة، ومنها ما هو بعد الثورة مثل حرية الإعلام. قلنا حرية الإعلام هي مكسب وهي مقدسة ولا مجال للتراجع فيها بأي شكل من الأشكال، هذا ما فيه شك، ولازم تكونوا متأكدين من هذا. وحتى كان ثم شوية نقد وشوية نقبلوه مثالش برحابة صدر، لأنه في الأخر هو النقد يلفت الانتباه إلى مواطن خلل ما ويتم تدركها، وكذلك هناك طمأنينة لكل الأطراف فيما يخص خيارنا في المجتمع وفي مدنية الدولة وحقوق المرأة ويعني الانفتاح على المجتمع المدني. هذا كله من المكتسبات التي لا رجعة فيها، بل بالعكس احنا نحاول في المرحلة القادمة باش ننميوها ونطوروها بمشاركة الجميع، كل الأطراف، كل الكفاءات، كل الخبرات من داخل تشكيلة الحكم ومن خارجها، لأنه هذا التمشي الجديد أنه نستفيد من كل ما هو ممكن الإفادة به من أي طرف ولو لم يكن في السلطة أو في تشكيلة الحكومة القادمة. تصوركم لعلاقتكم مع اتحاد الشغل خاصة واللوتيكا؟ النقطة أخيرة سيدي. شوف، يعني العلاقة لابد أن تكون علاقة تواصل وتعاون وعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل وكل يؤدي دوره. احنا نعرف أن المنظمات هذه منظمات عريقة لها دور كبير في تاريخ تونس ولها دور في الحاضر وسيظل لها دور في المستقبل. المهم أن اجتمعنا في حوارنا على يعني
نقطة وتصور أساسي، وأن الكل نعمل من أجل مصلحة تونس ومن أجل الصالح العام، وتونس فوق كل اعتبار، وهذا ما لمسته من طرف المنظمتين ومن مختلف مكونات المجتمع المدني للتصدي. شكرا لكم سيدي.